مع قرب انطلاق الانتخابات البلدية على مستوى ليبيا، يستعد المترشحين لعرض برامج ترشحهم وإقناع الناخبين للنيل بأصواتهم. ومن هذا المنطلق أقامت المنظمة الليبية للمناظرات دورة تدريبية في المناظرة للمترشحين للمجلس البلدي في مدينة زوارة بإشراف منتدى التواصل. اليوم نقدم ورشة عمل حول الوقوف أمام الجمهور لعرض البرامج والمشاريع الانتخابية لبعض القوائم المترشحة لإدارة المجلس البلدي لمدينة زوارة. كان في الحضور ممثلين عن بعض القوائم المترشحة. يسعدني أن أرى التنافس الشريف ما بين هذه القوائم ووجودهم داخل قاعة واحدة، يتلقون نفس المعلومات التي قد تساعدهم على طرح برامجهم ومشاريعهم الانتخابية طريقة أفضل وبصورة أوضح للجمهور من الناخبين داخل مدينة زوارة. بلدية زوارة تقدم فيها 4 قوائم و5 أفراد عن ذوي الإعاقة من الثوار و4 عن فئة المرأة انتخابات المجلس البلدي. انطلقت الحملة الدعائية بالمدينة الجمعة الماضية في جو ودي مليء بالمنافسة الشريفة بحضور القوائم المترشحة المتنافسة في صالة واحدة، وكذلك الأفراد في دورة واحدة تناقش فيها الجميع من المدربين عن آليات وناظرة استعداد الانتخابات التي ستنطلق في 30 من الشهر الجاري.